كلام ميدو من وجهة نظري هو أحزن للزملكاوية يعني. خصوصا أن ميدو التصريح الثاني بقى واللي هو ممكن ميدو يرد عليه. ميدو قال ان نادي الزمالك حاسس بالمظلوميه وان ما اعرفش ايه وكده، وان الزمالك دايما ما بيجي يخسر بطوله ويقول لك التحكيم، صح مش هو قال كده؟ التحكيم والحكام وبتاع، وده مش حقيقي وبتاع كلام من هذا القبيل. ميدو قبل كده له تصريح شهير قال لك انا مره كنت عايز فلوسي فروحت لوكاله الاهرام للاهلان وحسن حمدي، لقيت حسن حمدي هو اللي هيديني فلوسي. بس ممكن فاكر الحاجات دي. بس ممكن اسال لك حاجه، يعني معناه ان هو بحس ان الموضوع مش بايد الزمالك. لا لا, لا لا بيقولوا مش فاهمينك، انه ميدو بيقول كلام وبعدين ترجع تقول عكسه. مره الزمالك مش مظلوم ومره الزمالك مظلوم، نصدق بقى مين فيهم؟ مين ميدو فيهم اللي نصدقه؟ طبعا اول حاجه انا كنت بتكلم على العقليه. ما ينفعش ان انت تزرعي جوه الولاد الصغيره في النادي ان كل الناس على النادي وان النادي دايما مظلوم. ليه؟ لان الولاد لما بيتربوا والشباب لما بيتربوا بالشكل ده وهم صغيرين بيبقى ده اسهل عذر ليهم لما يتغلبوا. فانا كنت بتكلم في حاجه تانية خالص غير ممكن اللي كابتن خالد يعني فهمها بشكل مختلف. انا كنت بتكلم ان انت بس حتى جمهور الزمالك بيقول ان الزمالك مظلوم. الزمالك مظلوم، واليوم هتافات مشهوره في المدرجات بيتكلموا عن ظلم الزمالك. الزمالك في البلد دي اتظلم لسنين طويله، لكن برضو مين اللي ظلمه كابتن؟ اتظلم بسبب ان ولاده لا الناس بتستسهل. يعني ايه الناس بتستسهل؟ يعني بالنسبه لهم ان يعني عادي، ايه المشكله؟ نادي معين واخد نسبه كبيره من الرعايه او حقوق البث او ايا كان، فعادي مش مشكله خليها ماشيه كده. رغم ان الكوره دلوقتي، اصل الكوره انت دلوقتي عشان تشغلها عشان تعرف تجيب منها فلوس لازم تسوقها بشكل كويس. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الكوره، اكبر من الزمالك واكبر من الاهلي واكبر من كل حاجه، ان احنا عندنا منتج تاريخي. المنتج التاريخي ده كل دول العالم ممكن تبقى عايزه تدور عليه، وهو الدوري المصري. الدوري المصري ده دوري ليه تاريخ كبير جدا في المنطقه العربيه وفي الشرق الاوسط. احنا مش عارفين نستغله. ميدو ما تدخلنيش في قضايا. ماشي، راجع التاريخ وشوف الزمالك اتظلم قد ايه من كل المستويات. انا ما اعرفش في الكوره زيك. تاني انا بقول ايه؟ ان الزمالك مظلوم، بس ما ينفعش ان دي الرساله اللي احنا نوصلها للشباب الصغار جوه النادي علشان عقليتهم ما تتاثرش. احنا عايزين نربي شباب جوه نادي الزمالك وجوه مصر كلها ان هم يبقوا ابطال. البطل ما يلاقيش لنفسه عذر. ده اللي انا كنت بقوله. معلش، هو واخد الدوري مرتين ورا بعض. خد الدوري عشان كان احسن فريق في الدوري. يبقى مش مظلوم. لا مش يبقى مظلوم. يبقى بالعدل. لا بص، تاريخيا في اخطاء تحكيميه على الزمالك. يبقى الاحسن بيكسب. طيب. ولا الزمالك بس بيكسب عشان الاحسن؟ لا، الاهلي كسب بطولات كتير عشان كان الاحسن، وانا اول واحد بقول كده عشان كان احسن. لكن الزمالك اتظلم كتير في ايه؟ مش كوره بس. الزمالك اتهضم حقه في اوقات كتيره جدا كان المفروض ان الزمالك هو يكون الاكثر مبيعا خلينا نقول، والاكثر تسويقا، وان يبقى بيتسوق بشكل افضل. ولكن في وقت من الاوقات كان في تضارب في المصالح كبير جدا في الكره المصريه. ايه هي؟ الكابتن حسن حمدي كان رئيسا للنادي الاهلي ورئيسا لوكاله الاهرام للاعلان في نفس الوقت، اللي هي كانت بترعى الزمالك وبترعى الاهلي. يا كابتن ميدو انت بتكلمني على تاريخ كوره في مصر بقاله 80 سنه. ماله انا عايزه اتكلم معاك على حاجه تكون، يعني احنا بنتكلم على حاجه منطقيه عشان الناس تشوفنا وتصدقنا. بكلمك والله بالمنطق. كابتن حسن حمدي ده ساب الاهرام من سنين. ما انا بقول لك طويله. طب ما انا بقول لك في وقت من الاوقات. اسمعني يعني. طيب احنا ولاد النهارده. هضرب لك مثلا الوقت اللي احنا ولاد ال10 سنين اللي فات. طيب ماشي. طب هو الزمالك ماله؟ في ايه؟ قولي ماله؟ مش انا اللي بقول، انت اللي بتقول. انت قلت مظلوم. طب وانت مدرب الزمالك كان في مظلوميه للزمالك؟ يعني ايه مظلوميه؟ يعني احنا اتظلمنا. كان الزمالك يعني مظلوم؟ الزمالك
زيه زي اي فرقه تانية في مصر بيتعرض في وقت من الاوقات لظلم تحكيمي. هنعوم الاجابه؟ مش بعوم، ما انا بقول لك ايه الهدف، انا مش فاهم ايه الهدف. طب ما الاهلي بيتعرض لظلم تحكيمي عادي. صحيح. وايه المشكله؟ انا بسالك. صحيح. الزمالك بكل بساطه في وقت من الاوقات كان المفروض يدخل ملايين اكتر بكتير من النادي الاهلي، وبسبب ان الكابتن حسن حمدي وان كان في تضارب في المصالح، كان رئيس وكاله الاهرام للاعلان ورئيس النادي الاهلي، كان في الوقت ده النادي الاهلي بيتباع له اكتر من الزمالك، في الوقت اللي كان الزمالك بيفوز بكل البطولات وعنده جيل عظيم طبعا في بدايه الالفينيات. انا بضرب لك مثل بحقبه زمنيه، الزمالك في اوقات كتيره جدا اتظلم، لكن في نفس الوقت اللي انا بقوله ايه، ان ما ينفعش دي الرساله اللي توصل للولاد الصغيره علشان يطلعوا عندهم عقلية الفوز، ان هو بيكسب ايا كان اللي بيحصل، هو بيلعب على المكسب. ده كان قصدي من الكلام اللي انا بقوله، اللي ممكن بعض من الجماهير وشريحة من الجماهير ما فهمتوش كويس، وكويس ان انا بتكلم معاكي في الموضوع ده عشان اوضحه.